مدينة جرمانة اللي عم يطلق عليها لقب لاس فيغاس دمشق، اللي بتحتوي 200 منزل للدعارة، وعم يطالب بعض مسؤولي النظام بترخيصها يعني لدر الملايين على خزينة الدولة حسب قولهم. وكمان عم يطالبوا كمان بمراقبة بيوت الدعارة صحيا لمنع انتشار الأمراض الجنسية القاتلة. يعني كتر خيرهم كمان يعني بمطالبتهم هاي. هلأ موقع صاحبة الجلالة الموالي أفاد بوجود العدد من المنازل في جرمانة اللي بتنشط في مجال الدعارة، ويعمل كل منها من المنازل 5 نساء وسطيا، وتقدم خدمات جنسية رخيصة قياسا بالبيوت المنتشرة في أحياء العاصمة الراقية حسب تعبير الموقع الموالي. ومعظم النسوة اللي بهالبيوت مطلقات حسب الموقع، وأرامل وهاربات من بؤر التوتر في المحافظات السورية. وبيبحث القواد عن بضاعته أمام الجمعيات الخيرية ومراكز الإيواء، ويختار النساء الجميلات والفتيات الصغيرات ويغريهن بالمال للعمل معه في مجال الدعارة، ويتم إجبار النسوة على توقيع عقود إيجار نظامية لهاي البيوت كي يتهرب القواد من المسؤولية. هذا الشيء يعني من تفاصيل اللي عم يذكره الموقع الموالي صاحبة الجلالة، اللي كان يعني نقل في وقت سابق عن وزير الاقتصاد السابق في حكومة النظام محمد نضال الشعار، تأكيده وجود أكثر من 55 ألف شقة تحتضن مهنة الدعارة في سوريا. وقال كمان إنه موارد بيع الهواء في سوريا عم تزيد عن موارد شركات الاتصالات.